الرابعة صباحاً الواحدة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تناول التباحث حول التطورات المتصاعدة للأزمة الراهنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، حيث توافق الرئيس السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة بشأن ما تمثله الأزمة من خطورة على السلم والأمن في المنطقة وضرورة التوصل لوقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات وحماية المدنيين من خلال إجراءات فورية لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة وإحياء عمليات السلام. كما أكد الرئيس السيسي ضرورة العمل الجادي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن، مع مواصلة مصر جهودها لتوفير الدعم لأي خطوات مستقبلية في هذا الصدد، إلى جانب الدور المهم للأمم المتحدة بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للمساهمة في هذا المسار الذي لا غنى عنه لتحقيق السلام والأمن المستدامين في الشرق الأوسط. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوان، وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول تشاور بشأن جهود احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ظل التطورات المتلاحقة على هذا الصعيد التي تنذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، حيث توافق الرئيسان بشأن أهمية حث كافة الأطراف على الوقف الفوري للمواجهات والعنف وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وإزهاق الأرواح، أخذا في الاعتبار ضرورة حماية المدنيين وتأمين الأوضاع الإنسانية الملائمة لمعيشتهم وحياتهم. كما أكد الرئيسان في ذات السياق أن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي يتأتى عن طريق إتاحة الأمل والأفق السياسي وتطبيق حل دولتين استنادا إلى المرجعيات المعتمدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من مستشار النمسا كارل نيهامر للتباحث حول تطورات الأحداث الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والجهود المطلوب القيام بها دوليا وإقليميا لاحتواء الموقف ووضع حد للعنف الدائر وما يتسبب فيه من إزهاق لأرواح المدنيين، لا سيما في ضوء ما يفرضه الوضع الحالي من تهديد للأمن واستقرار المنطقة. وفي هذا السياق أكد الرئيس السيسي ضرورة دفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل دولتين، وهو الأمر الذي يتطلب وقف التصعيد ومنع تدهور الموقف وحث جميع الأطراف على ضبط النفس. حذرت مصادر مصرية رفيعة المستوى في تصريحات للقاهرة الإخبارية من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي. وقالت المصادر للقاهرة الإخبارية إن مصر لم تتوانى منذ تفاقم الأوضاع في الأراضي المحتلة، وكثفت اتصالاتها بكافة الأطراف الفاعلة للمجتمع الدولي لوقف التصعيد وحقن دماء الشعب الفلسطيني. وأكدت المصادر أن رؤية القاهرة كانت بعيدة المدى عندما حذرت الجميع من خطورة الموقف وتداعيات ذلك على ثوابت القضية الفلسطينية، وشددت المصادر على خطورة دعوات النزوح وأنها كفيلة بتفريغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ذاتها، فضلا عن كون السيادة المصرية ليست مستباحة. وحملت المصادر السلطة الاحتلال مسؤولية ضرورة إيجاد ممرات إنسانية لنجدة شعب غزة، مؤكدا على ضرورة الاستجابة لصوت العقل وإيقاف العمليات العسكرية بشكل فوري.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة سخرت بصدق كافة الإمكانات لتحقيق الهدف المنشود بالقضاء على فيروس سي من خلال إنشاء مراكز العلاج وتوفير وسائل التشخيص المطلوبة وإعداد الكوادر وتوفير الدعم للصناعة المصرية التي استطاعت توفير ملايين الجرعات من الأدوية، انتهاء باستمرار رعاية المرضى المصابين بمضاعفات المرض وتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية لهم. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، والذي سلم الرئيس شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سي في مصر، مقدما التهنئة لمصر وموضحا أنها أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد. هذا أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول آفاق التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية في العديد من الموضوعات، لا سيما تعزيز جهود الدولة لدعم الصحة العامة في مصر، وخاصة من خلال المبادرات الرئاسية ذات الصلة تحت مظلة 100 مليون صحة، وتطوير هذه المبادرات في مختلف القطاعات الصحية لتصل إلى ملايين المواطنين في جميع أنحاء مصر. مشاهدينا، بهنا نكون قد وصلنا لنهاية الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي ناردين حبيب، أعود فألقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.